اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلينا كالمعتاد نبتدي باهم الاحداث اللي حصلت امبارح وابرزها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحاديه للرئيس نيكوس خريستو دوليدس رئيس قبرص، وتم عقد لقاء صحفي مشترك اكد فيه سياده الرئيس على ثوابت رؤيه مصر حول اهميه تحقيق الامن والاستقرار في منطقه الشرق المتوسط. صحيح، وامبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعه توافر المخزون الاستراتيجي للدوله من كافه السلع الغذائيه الرئيسيه. كمان ايضا تم اعلان ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمه اليونسكو. تفاصيل واخبار اكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص. اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدين البلدين، وثمن الرئيسين التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية ومشاهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة. امبارح في المؤتمر الصحفي المشترك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم التوافق مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كمان أكد سيادته على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق المتوسط عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع للاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية، وفي مستهل اللقاء جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية اللي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للفترة من 2025 ل 2029 كمرشح لجمهورية مصر العربية، وعبر الدكتور خالد العناني عن اعتزازه الشديد بهذا الترشيح. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأنه يكون يوم الاثنين الموافق 17 إبريل أجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، وده للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. امبارح وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنفيذ المهام المكلفة بها بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة، نفذت القيادة العديد من الأنشطة على مدار شهر مارس الماضي للتدريب العملي المشترك على إدارات الأزمات والكوارث وعقد لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بالمشروعات القومية لشباب الجامعات. في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات التي حدثت بالأمس، منها انطلاق مبادرة فطارك غير واللي بتستهدف توزيع كراتين للمواد الغذائية في محافظة الغربية، ومنها أيضا توقيع عقود تدعيم للشبكة الكهربائية في محافظة أسيوط بتكلفها بلغت 823 مليون جنيه. كمان امبارح في المحافظات تم تحصين 550 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية في البحيرة، وتنفيذ 36 مشروع للشباب بتمويل أكثر من 7 مليون جنيه في المنوفية، وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسماعيلية اللي أعلنت فيها إدارة السياحة في المحافظة فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة أميرات الفراولة للأطفال واللي هتنطلق فعاليتها ضمن الاحتفال بأعياد الربيع.
في الغربية تم إطلاق مبادرة فطارك غير، واللي بتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وبيصل وزن الكرتونة الـ 14 كيلو، وبتضم السلع الغذائية الأساسية زي الرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة. في أسيوط تم توقيع عقد لتدعيم الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية. تضمن العقد إنشاء محطة محولات دشلوط بتكلفة 823 مليون جنيه. في البحر الأحمر انطلقت أعمال القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، وهتستمر لمدة يومين في قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجة، بعد أن استمرت أعمالها يومين بمنطقة الأمل بمدينة القصير. في البحيرة بتواصل مديرية الطب البيطري تحصين المشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ولحد دلوقتي تم تحصين أكثر من 550 ألف رأس مشية منذ إطلاق الحملة. في المنوفية وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر مارس الماضي 63 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وده من خلال تنفيذ 36 مشروع بتمويل أكثر من 7 مليون جنيه. في سوهاج تم فحص أكثر من 96 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية اللي بتسهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في القليوبية أعلنت مديرية الصحة حصولها على المركز الأول بين محافظات الجمهورية في تنظيم الأسرة وفق تقارير معدلات الأداء الخاصة بتوفير وتقديم وسائل تنظيم الأسرة في أنحاء المحافظة. في قنا وزعت مديرية التضامن الاجتماعي 845 كرتونة مواد غذائية على 4225 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، وده ضمن مبادرة كتف في كتف.